قلنا هنتكلم عن ال average velocity. خلاص ان شاء الله باقي شويه كده نخلص الشابتر. ال average velocity ايش هو؟ ال average velocity هو displacement مقسوم على التايم، يعني x2 ناقص x1 على t2 ناقص t1. واحنا قلنا قبل كده ان displacement ايش؟ المسافه النهائيه نطرح منها المسافه الابتدائيه، طبعا وحدتها متر لكل سكند، لانها ايش؟ افريج فيلوسيتي سرعه، هي سرعه تعتبر، فايش وحدتها؟ متر لكل سكند. الافريج سبيد نفس الكلام، بس اللهم البسط اختلف. عندنا هنا الديستنس فحيكون اكس 2 زائد اكس 1 على تي 2 زائد تي 1. فلاحظوا هنا الافريج سبيد بالجمع، لكن الافريج فيلوسيتي هنا حنطرح. تمام الكلام؟ هنا برضو طبعا وحدتها ايش؟ متر لكل سكند. طيب فافرقوا بين هذه القانونين عشان لما نيجي نحل المسائل يعني نفرق بين الافرج فيلوسيتي والافرج سبيد. طبعا هذه رمزها، رمز الافرج سبيد اللي هو الفي فوقها شرطة والاس، وهذا رمز الافرج فيلوسيتي اللي هي الفي هذه فوقها شرطة بدون اس. فهي من هنا يعني اس يعني معناتها ايش؟ افرج سبيد. تمام؟ طيب نشوف هنا ايش في امثلة. يقول لكم هنا the average velocity is the displacement over an elapsed time، هي الازاحة المقطوعة مقسومة على الزمن. كتب لكم القانون، قال لكم وحدة قياسها متر لكل سكند، واعطاكم مثال، مثال جدا بسيط. تمام، مثال جدا بسيط. يقول لكم a car at x، وعداكم الاكس واحد كم تساوي اللي هي 600، وين التي وداكم التي كم تساوي، تي واحد كم تساوي، تساوي 5. طبعا انتوا ايش تكتبوا الوحدات لما تيجي في الفيزياء، تكتبوا الوحدات، لانه اذا كانت في وحدة عندكم ما هي في الانترناشنال سيستم تحولوها للانترناشنال سيستم. وقال لكم ايش؟ التي واحد 5 سكند، تمام، الاكس اتنين 500، اداكم ايش؟ معطيات، تمام، 15 سكند. انتو تشتغلوا عادي على الوحدات اللي هي الانترناشنال سيستم، بما انه دحين الوحدات عندنا بانترناشنال سيستم ما يحتاج نحول ولا يحتاج نسوي اي حاجة، نحل ايش؟ عادي. لكن حتى بعد ما تحلوا بطريقة صحيحة وبانترناشنال سيستم، شوفوا الخيارات، يمكن هم في الخيارات طالبين وحدة تانية، فلا تستعجلوا. يعني ممكن انتوا تحلوا بوحدة وفي الخيارات مثلا حط لكم وحدة غير اللي انتوا اشتغلتوا عليها، فتضطر انكم انتوا تحولوا اجابتكم للوحدة هذه. ان شاء الله قدام ايش حتتعودوا على التحويلات اكتر يعني. طيب ايش طالب بعدين في النهاية؟ قال لكم what is the average velocity. ال average velocity قلنا قانونها اللي هو ايش؟ x2، وممكن نقول الدلتا اكس يعني عشان نفصل شوية. هنا اكس اتنين ناقص اكس واحد على تي اتنين ناقص تي واحد. طيب طبعا احنا هنحتاج دحين بما انه عندنا كل حاجة، بس هنعوض هنا، ما هنحتاج هذا القانون دحين، هذا القانون ما هنحتاجه، فهنعوض عادي، مجرد تعويض عادي اللي هو 500 ناقص 600 على تي 2 اللي هي 15 ناقص 5، ونطلعها بالآلة وحدتها متر لكل ايش؟ لكل سكند. تمام، زي ما احنا سوينا يطلع الجواب سالب 10. طيب فهي هذه ايش؟ الافرج فيلوسيتي، مسألة جدا بسيطة ما فيها ولا اي حاجة. ممكن حتى في الافرج سبيد نفس الكلام يجيكم، يعني مجرد معطيات وهكذا، يعني ما فيها شيء ان شاء الله. طيب ايش كمان في مثال تاني؟ مثلا نقول مثال تاني، ايوه مثلا زي هنا هذا المثال، حلو زي ده المثال. يقول لكم the motion of an object given by the equation، وداكم معادلة، تمام، هذه المعادلة اداكم هي، وقال لكم ال x in meter and t in second. هذا الكلام مو جدا مهم. المطلوب منكم find the velocity of the object في الثانية 5، المطلوب الثاني what is the average velocity between t لما تساوي t1 لما تساوي 4 و t2 لما تساوي 5. طيب كيف نحل هذه المسألة؟ جدا بسيطة. طيب جدا بسيطة هذه المسألة، نحلها كالتالي. دحين هو أعطاكم المعادلة هذه اللي هي الاكس
تساوي 2 زائد 3 تي ناقص 2 تي تربيع. حلو الكلام. هذا معطى، هذا المعطى اللي عندكم. انا بكتب بس ايش المعطى، ومطلوب مني اني ايش اوجد الفيلوسيتي، مطلوب مني اني اوجد الفيلوسيتي، بس يبغى ايش، يبغى فيلوسيتي، ويبغى الفيلوسيتي في اي زمن، عند الزمن 5. الحل جدا بسيط، ولازم تعرفوا هذه القاعدة جدا كويس. بسم الله. اللمبة طفت. طيب، قاعدة جدا بسيطة وهي كالتالي: الإكس لما نشتقها تعطينا الفي، والفي لما نشتقها تعطينا الاي. يعني المسافة لما نشتقها معادلة المسافة لما نشتقها تعطينا السرعة، والسرعة لما نشتقها تعطينا الاكسلريشن. تمام كده واضح؟ نشتق الاكس تعطينا الفي، اذا اشتقنا الفي تعطينا الاكسلريشن. فانتوا من يوم ما تشوفوا معادلة لازم تطالعوا هو ايش طالب، طالب ايش فيلوسيتي. ما ينفع على طول تعوضوا في الاكس هذه، لازم ايش تسووا، نشتقها، نسوي اشتقاق. ليش نسوي اشتقاق؟ لانه هو يبغى فيلوسيتي، فاحنا بنجيب الفيلوسيتي. تمام. طريقة الاشتقاق، اي عدد ثابت بصفر ما تحسبوه، يعني يصير هذا الاثنين ايش بصفر. تمام. الثلاثة هذه تضربوها في الاس اللي هنا، هنا في اس واحد، حتى لو ما انكتب هو هنا في اس واحد، ثلاثة في واحد بثلاثة، بعدين تنقصوا من التي من الأس واحد، حيصير صفر، فخلاص ما تحسبوا التي هذه. نفس الكلام هنا، لو ضربنا اثنين في اثنين بأربعة، تمام، سالب اثنين في اثنين بأربعة، وتنقصوا من الأس هذا واحد، فحيصير ايش، حيصير بس التي تنزل، اثنين ناقص واحد حيصير عندكم ايش، بس التي، يعني تصير تي وتحطوا فوقها واحد. هنا بعدين تقدروا تعوضوا، هو يقول لكم ايش، لما ايش يبغى الفيلوسيتي لما تكون التي تساوي خمسة. بعد كده نقدر نعوض، ثلاثة ناقص أربعة تضربوها بخمسة، يطلع لكم الجواب إيش، بالمتر لكل سكند يطلع الجواب، يطلع سالب 17. تمام تمام. إذا حلنا كده صحيح. هذه الخطوة جدا مهمة، يعني لازم تنتبهوا لهذا الشيء، تشوفوا إيش المطلوب. لو كان يبغى أكسلريشن في السؤال، لو ما طلب مثلا فيلوسيتي، هناخد ال V هذه ونرجع نشتقها ثاني. يعني مثلا لو طالب هنا ما قال مثلا ايش، قال find the velocity، قال مثلا find the acceleration، فايش حنسوي، حنشتق ال V هذه، حنشتق ال V ونطلع ال acceleration. قلنا اي عدد ثابت بصفر ما نحسبه، سالب اربعة خلاص يصير ايش، سالب اربعة، والتي يصير بصفر، يصير ال acceleration هنا عندنا ايش، بسالب اربعة. تمام الكلام. خلاص ما في شيء تعوضوا فيه في التي، خلاص كأنه مهم وديكم التي تساوي خمسة. إذا كانت إذا التي نزلت معانا نعوض فيها، بس ما نزلت معانا خلاص راحت التي، فيصير عندنا الأكسلريشن بسالب أربعة. تمام الكلام. بعدين بعد كده قال لنا what is the average velocity، المطلوب الثاني. قال طيب المطلوب الثاني بيقول لكم what is the average velocity، لا هنا معلش، what is the average velocity between التي واحد لما تساوي أربعة عند التي اتنين لما تساوي خمسة. حبة حبة نكتب ايش المطلوب مننا، المطلوب مننا اللي هو الافرج فيلوسيتي، هذا المطلوب مني انا. طب عشان اجيب الافرج فيلوسيتي كيف اجيبها، بالقانون. ايش القانون يقول، يقول اكس اتنين ناقص اكس واحد على تي اتنين ناقص تي واحد. اداني تي اتنين واداني تي واحد، ايوه اداني تي اتنين واداني تي واحد. تي اتنين قال لي انها بخمسة، والتي واحد قال لي انها باربعة. طيب كيف دحين اجيب الاكس اتنين والاكس واحد؟ بسيط، انا ما عندي شيء استخدمه ولا اعطاني هو شيء في السؤال غير المعادلة هذه. تمام، فالمعادلة هذه استفيد منها. طيب نكتب المعادلة اللي ادانا هي، اللي هي الاكس تساوي اتنين زائد تلاتة تي ناقص اتنين تي تربيع. تمام الكلام. تمام الكلام. عشان اجيب اكس واحد واعوض بها هنا، واجيب الاكس اتنين واعوض بها هنا، اعوض بالتايم حقها. تمام، فالاكس واحد هعوض بها بايش، الاكس واحد هعوض بها باربعة، قصد التي واحد هعوض بها باربعة،
يعني هيصير هنا 2 زائد 3 مضروبة في 4 ناقص 2 في 4 تربيع، وكده جبت الاكس 1 تمام. لما اجي بجيب الاكس 2 نفس الكلام هعوض، لكن هعوض ايش؟ بالخمسة. هعوض معلش هنا بالخمسة تمام، فهيصير 2 زائد 3 في 5 ناقص 2 في 5 تربيع، وبالآلة الحاسبة ونطلعها تمام. فيصير هنا جبت الاكس 1 وجبت ايش؟ الاكس 2. يعني بس تشتغلوا على هذه وتشتغلوا ايش على هذه، تعوضوا بيها في المعادلة عشان نطلع الاكس 1 ونطلع الاكس ايش 2. التي 1 اهو مقابلها الاكس 1، بس نعوض في المعادلة بالتي 1 ونعوض في المعادلة بالتي 1 تطلع لنا الاكس 1. اذا عوضنا بالتي 2 في المعادلة تطلع لنا الاكس 2، بعد ما تطلع لنا نعوض بها هنا. فشوفوا هي كم طلعت لنا نفس الخطوات حقتنا مظبوط. فيصير عندنا هنا سالب 18 عشان نختصر الوقت، وهنا سالب 33 ايش متر، طبعا زي ما قلنا قبل كده. ادخل هذه سالب 33 ناقص سالب 18 تمام. هي ايش لما احنا جينا سويناها هي طلعت لنا سالب 18 وحطيناها. انتبهوا للاشارات يعني لا تلخبطوا في الاشارات تمام. كده الكلام ان شاء الله كده باين زي ما سويناها هنا تمام. وبعدين يطلع لنا الناتج اللي هو سالب 15 متر لكل سكن. فانتوا اول شيء اكتبوا المطلوب، اكتبوا ايش القانون اللي تجيبوه عشان تطلعوا المطلوب اللي منكم في السؤال. اذا شفتوا في شيء ناقص في القانون حاولوا تجيبوه. يعني احنا كانت ناقصتنا الاكس 2 والاكس 1 وطلعناها بالمعادلة من هنا، طلعناها بالمعادلة عوضنا وطلعت يعني. فهي ان شاء الله جدا بسيطة يعني، ما يعني اتدرب وان شاء الله يعني تمشوا ببساطة يعني. بقي اخر حاجة تقريبا اللي هي الافرج اكسلريشن. قلنا هنا الافرج اكسلريشن هو ايش؟ لسه ما قلنا، قصدي حنقول يعني الافرج اكسلريشن هو التغير في السرعة مقسوم على التغير في الزمن، وحدة متر لكل سكن تربيع. لو حفظتوا هذا القانون وفهمتوه أي تعريف يجيكم زي كده تعرفوا هذا حق أي قانون. فمثلا لو قلنا هو change of velocity per time، فيكون واضح إنه هذا التعريف حق مين؟ حق الـ average acceleration. شوفوا هنا كاتبين is the change of velocity over an interval of time اللي هو الزمن يعني اللي مضى او شيء زي كده يعني. طيب فهذا القانون مهم ايش تحفظوه يعني عشان بعد كده نعرف نحل المسائل. يعني هي مجرد حفظ قوانين نطبقها بس نفس الافكار اللي قبل كده. طيب بيقول لكم هنا the motion of object is given by the equation، وداكم معادله قال لكم الاكس ان متر عند التين سكند. طيب ما هي معلومات كثير مهمه. بعدين قال لكم find the acceleration of the object at t يساوي 5 سكند. قام قال لكم at t يساوي 5 سكند معناته هو ايش طالب؟ طالب التسارع في لحظة معينة، يعني طالب ان continuous acceleration. واحنا قلنا قبل كده انه ايش المسافة او الاكس لما نشتقها تعطينا الفي، والفي لما نشتقها تعطينا الاي تمام. يعني اذا اشتقيت معادلة الاكس هتعطيني ايش؟ معادلة الفي. اذا اشتقيت معادلة الفي هتعطيني معادلة الاكسلريشن. تمام الكلام. دحين ايش عندي معادلة ايش؟ عندي معادلة الاكس. اكتب معادلة الاكس اللي هي 27 تي ناقص 4 تي تربيع. واشتق الاكس 27 قلنا في 1 كم؟ ب27. والتي كأننا بنقص هنا 1 ناقص 1 0 خلاص ما نكتبها. سالب 4 في 2 سالب 8 تي. ليش؟ لأنه التي نقصنا منها 1 تنزل التي. فهذه معادلة الفي. لسه ما وصلنا للأي، لازم أرجع أشتق الفي مرة تانية عشان أوصل للأي. نشتق الأي مرة تانية، أي عدد ثابت قلنا بصفر يصير إيش؟ سالب 8 تي تنزل زي ما هي. تمام الكلام. لا ما تنزل زي ما هي، معلش نضرب اول شيء سالب 8 في 1 يعطينا ايش؟ سالب 8. والتي نقص منها 1 يصير ايش الجواب؟ بس سالب 8.
خلاص إذا كان نزلت معانا التي بعد ما اشتقينا نزلت معانا التي عادي نقدر نعوض بيها في الغمزة، بس عشان إنها راحت خلاص ما في شيء نشتق فيه، فيصير عندنا الأكزلريشن سالب 8 متر لكل سكن تربيع، هو داعش الانتينوس أكزلريشن اللي هو طالبه. طيب نشوف كده كلامنا صحيح، صحيح كلامنا هو زي ما طلعه الأستاذ. طيب بعد كده المطلوب الثاني قال لنا find acceleration of the object from t1 تساوي 2 to t2 تساوي 4. اكتب المعطى اللي عندي، قال لي انه t1 تساوي 2 وقال لي انه t2 تساوي 4 تمام، وطالب مني acceleration واداني زمنين. طب انا ايش عندي قانون يدي للأكزيليريشن فيلو الزمنين؟ ما عندي غير اللي هو الأفرج أكزيليريشن اللي هو دوبنا أخذناه اللي هو ال V 2 ناقص V 1 على T 2 ناقص T 1 تمام الكلام. أنا عندي T اللي هي كم، اللي هي T 2 قلنا بأربعة والT 1 قلنا اللي هي إيش باتنين، بس باقي لي اجيب ال V2 واجيب ال V1. اجيبها من فين؟ من المعادلة، المعادلة هذه اللي احنا اشتغلنا عليها من البداية اللي هي 27 T ناقص 4 T، لا ما ناخد حقة ال X معلش، ناخد حقة ال V. ليش؟ لانه احنا الحين بنشتغل على ال V مع مو على ال X، فحنقول ال V تساوي 27 ناقص 8 T. ليش اخذنا المعادله الثانيه حقت هذه؟ لانه احنا هنا بنشتغل على الفي ما بنشتغل على الاكس، ركزوا في هذه النقطه. فحنطلع هنا الفي واحد، حنطلع الفي اثنين تمام، هنا حنعوض ب تي واحد اللي هي كم، اللي هي اثنين، وهنا حنعوض ب تي اثنين ونطلعها تمام. نقول 27 ناقص 8 طيب يصير عندنا هنا ال V1 تساوي 11 اللي هي هنا، وال V2 تساوي سالب 5 سالب 5 نحطها في الآلة كلها زي ما هي، يعطينا سالب 8. وبما انه افريج اكسلريشن فحنقول متر لكل سكن تربيع. نشوف كده كيف حلنا صحيح، مظبوط حلنا مظبوط. هو هنا الحل، حلنا كده ايش مظبوط. فننتبه لحاجتين، انه لما نيجي نكتب القانون نعوض في المعادلة للشيء اللي موجود. يعني مثلا لو كان هنا عندنا مثلا زي مثلا قانون الافرج سبيد، القانون يقول لنا اكس 2 ناقص اكس 1 على تي 2 ناقص تي 1. في الافرج سبيد او في الافرج فيلوسيتي نقدر ايش نعوض في الاكس على طول، يعني نعوض على التي بالتي اللي ادينا هي. لكن هنا عشان في 2 ناقص في 1 فلازم نشتق الاكس تمام، وبعدين نعوض في الاشتقاق حق ال V، لأنه هنا V. كيف هنا V وتبتعوضوا في X، أو مثلا X وتبتعوضوا في V ما ينفع، فاهمين كيف؟ فإن شاء الله أنها بسيطة وما فيها شيء.